أول أخبارنا، قدمت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي توعية مرورية لسائق الشاحنات على طريق أبوظبي الغويفات عبر نقاط التوعية في محطات البترول وأماكن تجمع السائقين على الطريق للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية للشاحنات. وحث الرائد سهيل صياح المزروعي رئيس قسم مرور الطرق الرئيسية بالمنطقة الغربية السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة وعدم التجاوز وإيقاف المركبات عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتقلبات الطقس وتحديد طرق سيرها، مشيرا إلى حظر دخولهما إلى مدينة أبوظبي خلال أوقات الذروة. وأوضح أن التوعية تركز على المخالفات الخطيرة وأسباب الحوادث التي وقعت بالمنطقة الغربية مؤخرا، وتقديم النصائح للتقيد بالسرعات المقررة للشاحنات وربط حزام الأمان والتعرف بخطورة الحمولات الزائدة وسلامة الإطارات وخطورة التجاوز واستخدام الهاتف أثناء القيادة، فضلا عن حث السائقين على إيقاف مركباتهم خارج الطريق في الأماكن المخصصة في حالة الشعور بالتعب والنعاس. ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع أعضاء اللجنة الاجتماع العاشر لمجلس أمناء الجائزة في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي. وتهدف الجائزة إلى التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 16 لسنة 2013 إلى تكريم الأفراد والشركات والمؤسسات بمن يقدمون خدمات جليلة للمجتمع في مبادرات وأعمال في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تعتبر تكملة لمسيرة جوائز دبي وامتدادا لمعاني الوفاء من رجل العطاء الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. قام سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان يرافقه العقيد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بزيارة تفتيشية لمبنى إدارة المرور والدوريات وإدارة ترخيص الآليات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وضمن برنامج منهجية التفتيش السنوي لقائد عام الشرطة المتبع بتطبيق معايير معتمدة للزيارات التفتيشية في إدارة وأقسام الشرطة والتي تهدف إلى الاطلاع على سير العمل بها والوقوف على متطلباته، وذلك في سير التطوير لما فيه لخدمة المجتمع وأمنه. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية لليوم، نأخذكم الآن إلى فاصل وبعده الوطن يقرأ، تابعونا.